بمسابقة ميلامين الشريف. مسابقة ميلامين الشريف في سؤال ليها مهم جدا عايزة حضراتكم تجاوبوا عليه. طيب نجاوب عليه ازاي يا نونا؟ انا احلى حاجة في ميلامين الشريف ان هو بيديكوا السؤال وفي نفس الوقت بيديكوا الاجابة. سؤال ميلامين الشريف موجود معانا على الشاشة. السؤال النهاردة بيقول ايه؟ طقم رويال فيه كام طبق غويط؟ 6 ولا 8 ولا 10؟ الإجابة بقى هو برضو ميلامين الشريف مديها لكم، هتلاقوها على موقع الويب سايت اللي هيظهر معانا حالا دلوقتي. بتدخلوا على موقع الويب سايت، بتشوفوا الإجابة الصح جوه، تبدأوا تتصلوا على الأرقام اللي كانت موجودة معانا على الشاشة، من أي رقم أرضي على 0900 900، ومن أي موبايل على 2600، في انتظار إجاباتكم الصحيحة إن شاء الله. طيب ده أول فايز معانا. تاني فايز برضو من ميلامين الشريف مع الشيف. كل اللي مطلوب من حضرتك او حضرتك تبداوا تتصوروا سفره رمضان وتحطوها على صفحه الفيسبوك اللي موجوده قدامكم دلوقتي. صفحه الفيسبوك اللي ميلامين الشريف، بتبعتي الصوره بتاعه سفرتك وان شاء الله تكونوا من الفايزين معانا. طيب طبعا ميلامين الشريف قدام حضراتكم اهو، اشكال والوان في الساده وفي المنقوش وفي اللي نقشته رقيقه وفي المشجر. الميزه في ميلامين الشريف ان هو امن جدا وصحه على صحتنا، بيدخل لغساله الاطباق عادي، بيدخل الميكروويف عادي جدا جدا جدا، زي ما انتم شايفين كده تحطيه على سفرتك يشرفك في اي عزومه ان شاء الله. وزي ما قلنا قبل كده مليون مره ان ميلامين الشريف مش للنيش، ده الاستخدام اليومي علشان هو بيعيش. طيب تعالوا بقى بصوا يا جمال كده، انا قصيت